شوفوا نعلت قلت لكم انه ناس ذولا وعاض السلاطين ذولا تدفع لي اي رتبك يا ف يعني الرشيد يعني عجبته واحدة من الجواري. هذه الجارية طبعا العرف ان الجارية التي يطأها يعني اي انسان يعني وطأها ابوه فتحرم عليه يعني ما يصير يطأها يعني. هو كان معجب بها كانت مالت ابوه وابوه مات فالاب يمتلك كل ارث ابيه الا طبعا تلك التي وطأها ابوه او التي انجبت من ابيه فلا يمكن ان يطأها يعني. هذا العرف يعني الجواري اللي كان لدى الاب لل حتى انه مثلا هي صارت اشكال انه الجاريه التي يمتلكها ابوه يعني وانجبت منه ولد عندما يموت امه تصير عنده جاريه يعني هي ملك ابوه ملك يمين ابيه فعندما يموت يورثها فهي صارت في قضيه شرعيه بعد ذلك يعني امه شلون تصير جاريه عنده يعني هذه وبالتالي عندما يموت الام ويكون الاب هو الابن هو الوريث فهي تصبح حرة يعني تخليجة شرعية أيضا فيما بعد تصبح حرة وبالتالي لا يحق لأبيه لولده أن هذا وبالتالي فالقصة شنو أنه الرشيد أعجب بجارية لأبيه فدعاها قال لكبيرة الجواري طبعا أكو نقيبات يسموه النقيبات على كل 100 جارية أكو نقيبة كابتن يعني فالنقيبة قالها اليوم أريد فلانة من هذا فجاءت بالليل يعني فقالت له أعلم أن أبوك قد وطأني قال يعني أنت محرم علي قالت أنا من واجبي أن أقول أن أبوك قد وطأني يعني أنا ما تقدر يعني ف أرسل على أبي يوسف بالليل كان كلش محتاج يعني كان جميلة جدا رائعة فقال له يا أبو يوسف يعني هذه المعجب بها يعني طبعا هاي القصة بتذكرها كل المصادر يعني وش لا تذكرها المصادر الشيعية أبدا تذكر المصادر السنية يعني احنا عذرا نقول سنة وشيعة لا والله بس نقصد خاطر لا يقولون بينها هاي تهم معينة على الرشيد يعني فقال له يعني وصارت بها شعر شقد يعني على ابو يوسف يعني بهاي القضيه شعر وتواريخ وتذكر في كل القوانين هذه القضيه القصه فقال لابو يوسف يعني انا ما استطيع ان اطأها قال اذا كان وطأها يعني تحرم عليك قال له الا يوجد تخريجه شرعيه يعني قال له يوجد قال له كيف قال له اولا هذه جاريه اي قال والجارية لا يؤخذ على كلامها ومن قال انها صادقة فيشكك في كلام الجارية لانه كذا وهذا وبعدين عندما وطأها هل هنالك شهود اربعة انه وطأها وشاهدوا المروة في المكحلة وغيرها من التعابير فاذا كانت فهي اولا كلامها غير لا يصدق لانها جارية وثانيا انها هذا منين تجيب اربعه يعني بغرفه النوم منين تجيب اربعه يعني وهذا فذلك قال اذا هي حلال لك فوطأها ففي الصباح اهدى له ما ادري حوالي المبالغ تقول يعني 100,000 درهم او شيء من القبيل يعني فذهب يعني شوف قاضي سوى تخريجه لخدمه الحاكم ومشاه يعني خلاص